فقرتنا فقرة التغذية، ومعنا أخصائية التغذية منى سعيدي. صباح النور ورمضانك مبروك. كل عام وانتي بخير. كل عام وانتي حية بخير يا لله. أنا ونادرة أول سؤال ليك بعد بكا، مش سؤال، هما برشا سؤالات برشا أنا باش نسألوها. بجينا نحكي وإحنا ديجا نحب نسلم عليها ونقول لها رمضانك مبروك. كل عام وانتي بخير. عايشك نتشرفوا، مرحبا بيك. وليتينا توا سايمة راح نرحب بها معك كوثر اليوم. يلزمك ترحب بها. باش نسمع عندي برشا أسئلة على السحور، برشا حكاية بديت نحكي أنا ديجا أنا وكوثر. موضوعنا خاطر هو السحور. أي أي خلنا طول إحنا خاطر كنا نحكي وكيما عرفت. دونك الموضوع نتاعنا هو السحور، وأول سؤال خليه عندك أنت على السحور. يلا باهي. أنا حبيت نعرف السحور قبيلة ديجا بدينا نحكيو فيه، إسكو مالح وإلا حلو؟ أما جاوبتنا الدكتورة قالت دو بريفيرونس يكون مالح خفيف خير من الحلو خاطر يعطش. أنا نحب نعرف التوقيت، وإسكو إما خير نتسحر ونرقد وإلا نرقد نشبع بالنوم ونقوم نتسحر؟ نتسحر أي سي فغي، هذه العباد الكل يتسألوها، يقول لك إما خير نرقد وبعد نقوم ولا تعرفش كيفاش هي آخر سهرية ناكل حاجة ونرقد على روحي. نرقد على روحي أما أنفع. أنفع وخير. هو الحقيقة معناتها كيفاش نجيو نحكيو على توقيت السحور، هو على قد ما توخر على قد ما به، معناتها بأقل سوية عصيان. هذاك علاش هو مش على اساس الصيام ماذا بينا نزيدوا نربحوا اكثر سوية؟ معناتها قد ما نوخروا في السحور نقصد منجوش. معناتها باش ما نجوعوش فوالا، معناتها اخر وقت اخر وقت نقصد يعني نتاع الاذان هذيك هي اللي محل فيها جوها عرفت. هي غلطه باش تتسحر وتجي تشرب في الماء. كوثر صارت علينا واحنا صغار ولا بالزيت؟ لا ساعات ما الله اكبر نشربوا الماء، ما تقول راكم غالطين يلزم قبل فوالا. دونك انا كي قصدت اخر وقت معناتها بالعكس باش تربح اقل شويه عصيام معناتها فوالا. دونك انك تاكل وترقد راهو يلزمك تعرف شنو تاكل، على خاطر ما يلزمش السحور نعتبروه كوجبه معناتها دسمه، راهو وجبه خفيفه، راهي حاجه تشبه شويه لفطور الصباح. اي دونك حاجه ما تجوعش، حاجه كما قلت انت ما يلزمهاش تعطشك داكوغ، وحاجه لازمها تعطيك انرجي وسط النهار، ما تبداش فابل وتاعب و فوالا. مثلا كي تقول لنا هكاك حاجه حاجه ويتفرجوا ولا. فينا دونك انت مثلا احسن هكا اعطينا بلاتو فيه ولا. وجبه مزيانه. انا شقول لك باش نعطيك مكونات الاساسيه اللي لازمها تكون موجوده، وكل واحد يركب السحور نتاعو اللي على كيفه. مثلا وبعد نعطيكم وصفات صحيه تنجموا تعملوها وحدكم، وكمان ركزوا على الحاجات اللي باش نبعدوا عليها. باهي. دونك اول مكون واهم مكون بالنسبه لي انا لازم يكون موجود في السحور اللي هو البوتاسيوم. علاش؟ على خاطر البوتاسيوم معدن مهم ياسر باش ما يخليكش تعطش. معناها كعيبه بنان باهيه. سي بيان فوالا، كعيبه بنان دجله. تقول مش يولي خير؟ الحليب مع الحليب فوالا. هنا باش انت قاعده تلوج على سحورك شنو فيه، دونك البنانه شنو باش تزيد معاها؟ يظلي خاطر انا نخير ديما اسرع حاجه تشرب تشرب خير. كيف وين نجم نوظفها باش فيسع فيسع؟ نجم تعمل ليتبول كيما تنجم زاده ناخذوا الدقله، الدقله زاده فيها برشا بوتاسيوم كيما البنان. فما الغله الشيحه اللي هي المشمش، الشريحه، العوينه شيحه فوالا، الزبيب. دونك الغله الشيحه هذيك الكل فيها برشا بوتاسيوم. دونك ركزوا على الحاجات هذيا، راهي باش تخليكم ما تعطشوش وسط النهار. والكونتيتي مثلا تو انا كعبه زبيب زبيبة وحدها شيحة وإلا مش شيحة، أي تنجم تاخذ حتى ثلاثة كعبات تكون كافية معناها؟ أي مع حاجات أخرين احنا باش نكونوا بشوية بشوية. يعني حاجة من الحاجات مكون تريف زبيب ولا تريف شريحة. أي باهي. العنصر الثاني اللي هو البروتيين. أي علاش؟ على خاطر البروتيين يقنعوا ويشبعوا على الأخر. دونك ما فيها بس كان تمشي تصمت عظمة عظمة وإلا تعملها أومليت فوالا. أومليت نجم تحط فيها شوية خضرة، احنا ما عندناش العادة اللي احنا ناكلوا خضرة في السحور، أما راهو ياسر باهي أنك تاكل خضرة، معناتها مع الأومليت تزيد شوية بصل، شوية فلفل، شوية طماطم، نجم تزيد شوية معدنوس، نجم نزيدوا جوتا، نجم نزيدوا جبن أبيض، شامبينيون فخي، أي علاش لا؟ معناتها أومليت صحية وتشبع، ولي بروتيين ياخذوا أكثر وقت في المعدة، دونك يحب لهم أكثر وقت في عملية الهضم، هذاك علاش يشدوك، معناتها تحس روحك كي تاكل حاجة فيها عظم ولا بروتيين راك تشبع المدة أطول معناتها. صحيح. فوالا. الحاجة الثالثة اللي هي الدهون، كي نحكيو دهون نحكيو على الدهون الصحية. أي. والمفيدة كيما الفاكهة، زيت الزيتونة فوالا، ما فيها بس نجمو ناخذو حفينة فاكهة في السحور، ناخذو شوية زوزة، شوية لوز، شوية بفريوة،
اللي كتب من ربي. مكلف بالكل اللي يحكيو تحكي الكل تسمع شويه زوزه شويه لوزه شويه كذي شويه انت بتاخذ شويه معناتها نحكيو على حفنه اليد قديش تهز معناتها نحكيو على خمسه سته كعبات لوز اربعه خمسه كعبات زوزه مانيش نحكيو على كميه كبيره معناتها فوالا والحاجه المهمه الاخرى اللي هي النشويات النشويات اللي دو بون كاليتي نختاروا هنا معناتها مش الحاجات اللي معموله بالفرينه البيضه اللي باش تخليك معناتها تطلع لك السكر وتطلع الانسولين وبالعكس باش تخليك تجوع اكثر وسط النهار. خبز الشعير في الدار تعرف هيلا والا شوفان والا شوفان جربت الشوفان الشوفان وليت مانيش برشا معاها علاش انت في حلقه من الحلقات باش تجي تحكي لنا علي قبيله بركه نحكينا هيك على فاست الشوفان لا علاش الشوفان باهي صحي صحي على الاخر معناها مره يقولوا به مره ما يقولوا ما تكثرش شوفان شنو شوفان هو من نوعيه النشويات لكن المفيده اللي فيه برشا الياف اللي ينقص من الكوليسترول يعدل نسبة السكر في الدم يخليك تشبع لكن الكمية ما تكثرش إن هذا وقت المرة الأخرى نيدرا الخبز اللي نعمله فيه في الدار شنو قولك فيه؟ بالحق بنين ياسر في الدار صافي يقنع نحط فيه قلوب القراع قلوب نحط فيه معناتها هكا كمون حبة الحليوة كل شيء ونعمل الخبز هكا شيء صحيح ولا لا نجم تاكلها وحدها باش نشهيهم توا لازم نقولوا لجيجي تعطيهم الريسيت خاطر اللي تنقل لها عليها جيجي تعرفها الخبزة بتاعي أنا قعدت نسأل ونعاود هما يرحيوه الشوفان وإلا فما فرينة الشوفان اللي تنجم تعملها معناتها البريباراسيون حتى بات بيتزا ولا حاجة تعملنا حلقة كاملة الشوفان مرة من المرات باش هكاك العباد اللي حالين على ما نافعوا ما ناكلوه ما ناكلوهش دراسات تقول حكايه فارغه دراسات غالطين جمله هي ماكله مش للبشر فهمت؟ مش صحيح بالعكس راهو الشوفان صحي على الاخر معناتها اما خير تاكل شوفان ولا تاكل حاجات متكونه من فرينه بيضاء معناتها الشوفان يقعد لافوان خير بيان لا لافوان خير برشا الحقيقه لافوان معناتها كيما قلنا بالنسبه حتى للديابيتيك راهو تو احنا في رمضان معناتها راهو تاخذ خبز الشوفان ديما يعدل نسبة السكر في الدم احنا علاش ديما نحكيو على النشويات اللي ما تطلعش السكر ونحبوها على خاطر باش ما تجوعش وباش ما تعملش هكا البيك دانسولين باش ما تخليش وتعدل نسبة السكر في الدم ما حشناش لا السكر لا يطلع لا يتيح دونك الشوفان فما الكينوا زاد كيف كيف اللي احنا ماناش ياسر عندنا اغرام بها فوالا وليت في متناول الناس تنجم تشري اما الكينوا راك تستحق كمية قليلة ما تستحقش باش تاخذ برشا كينوا لك ثلاثة مرات برشا ليه انت ما حاجتكش باش تاخذ كيس تي كينوا يزي فيه البركه باش تعمل به سلايطه هكايه معناتها هي خاطر تكبر الكينوا ما تقعدش ما تقعدش طيب للعائله الكل يحط لهم الكينوا يزبوا زوز بكويت ليه مش لازم ناكلوا حاجه كبيره كونتيتي معناتها ناكلوا شويه فما زاده البسيسه اللي هي ياسر معناتها مغرومين بها في رمضان واللي هي زاده من النشويات الباهيه وصحيه على الاخر بيان سور بيان سور بخلف شقا الفطر كي تقول لك امك حاجه خذها قاعده مصلحه اشرب البسيسه بالحق البسيسه كوسوسوا في الماء اي نوع نتاع بسيسه هما تو فما برشا انواع تبارك الله شوفين الشعير القمح الفيكيا انواع واشكال نتاع بسيسه كل حاجه دو بريفيرونس والله اختار انت اللي تحب يعني به ان النوع اقل كالوري تحلها في الماء لا لا به ان النوع مرقه الشعير القمح هما الاكثريه شعير قمح توا فماك اوكي تبيعوا بسيس لافوان جوستومون بسيس العدس موجوده وكلهم منفعه معناها من احسن تنميه معناها كل مره اي به معناتها اكثر معناتها تاخذ حاجات اكثر شواء اكثر شواء اما هي من احسن الحاجات تو امك هي قالت لك عليها خاطر بالعاده معناها هي في شقا الفطر ولا في السحور البسيسه ديما به واقل سعرات حراريه تحركها في الماء مش لازم تزيدها زيت وعسل سال فوالا ماذا بيك من غير سكر اقل كالوري هكاك فوالا بي توا باش نعطيو وصفات سحور صحيه معناتها تنجموا تعملوها الناس الكل في الدار وحدكم بي نبداو بالوصفه الاولانيه اللي هي الجرانولا انا الحقيقه تعجبني ياسر ياسر الجرانولا ومغرومه بها ديما في رمضان نعملها تقنع بالقدا دونك الجرانولا هي على وحدك في الدار شكل على كيفك تقدها كيما انت تحب دونك هي شنو الباز نتاعها باز نتاعها شوفان فيكيا وغلا شايحه هذيك هي سي تو معناتها تاخذ شوفان كو سوا تزيد معاه شويه اي زيت زيتونه والا تنجم تحط زبده تحط شويه باغ اكزومبل عسل ما نحطوش سكر داكور انا ما نحطش لا زيت زيتونه لا زبده ما تجيك شايحه شوفان هو
لي انا نحكي على جرانولا باش تقعد باش تحضرها اللي باش تحضرها تقعد فوالا اي تحطها في حليب ولا ياغورت هذيك من بعد كيفاش باش تاكلها دونك شوفي نحطوا معها شويه زيت وشويه زبده والا زيت والا زبده معناتها نختاروا الحقيقه هو الزيت ديما يقعد صحي زيت زيتونه وشويه عسل ونعرجوهم شويه في الفوق انا دو بريفيرونس ما نعملوش كونتيتي كبيره اللي نديروها بالزيت فوالا كل جمعه تعمل هي كونتيتي راهو نتاع الزيت تنجم تحط شويه في كونتيتي كبيره كبيره نتاع شوفان. اي بس سينو تعملها كروستيون تخلط تجيك ان غو كروستيون معناتها يتقرمش وشويه فيك يتعرجها سي تو وتحب تزيد غلا شيحه زيد على روحك معناتها شويه. تحط البنانة ذوك ما شيء بنانها تجيب منها. وتحط مغير في تماكله في ياغورت ناتور ولا كيما قلت انت تشرب معاها كاس حليبك سي تان سحور معناتها ديجا كونسيستونت برك الله فيه ديجا ريتو الحاجات اللي انا حكيت عليها من الاول ديجا لميتها لكم في الجرانولا والا نجمو نعملو بسيسه تو كيما كنا نحكيو معاها كعيبه غله وكيما تو كنا نحكيو الغله اللي هي الدقله والبنان دو بريفيرونس خاطر فيها البوتاسيوم سينو رانا نجمو ناخذو الغله الاخرى معناتها تقعد فيتامينات المعادن الياف تفاحة برقدان فما توا سحور زاده منصوح بها نعملوها في عود بالماء بزيت زيتونه اي زيت زيتونه تولي وقتها سحور كامل بسيسه واحده دونك فيها الدهون اللي حكينا عليهم توا زيت زيتونه كعبه فوالا وهلا سحور كامل تخي بيان بارفي فوالا دونك هذوما تقريبا وفما البانكيك زاده اللي عملوها توا بالشوفان زاده كيف نقعدوا نقعدوا نرجعوا للشوفان ماشي حالة قد ايه بالقد ايه نعملها ذكرى اختي تعمل هيله 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 وتشبع على الاخر جونغ كي الكريب هكا تعملها شوفان وحليب وعظم هكا ديجا لمينا فيهم العناصر اللي انا توا كنت نحكي عليهم ورشه قرفه رشه شويه نواد موسكات جوزة الطيب حسيلو كل واحد كيفاش يحب يفوح ومن بعد تحط معاها شويه قوطه ولا شويه جبن ابيض فوالا دونك هذوما دي روسيت الحاجات اللي مهمين واللي لازمنا نبعدوا عليهم خاطر سي تري امبورتون باش نقول عليهم اللي هما الملح دونك ما نخليوش حاجه من شقان الفطر الملح الزيتون فوالا رمضان الزيتون والترشيح في البرلعبيد كل شيء كل شيء حاجات المالحه مالحه راهي تعطش وسط النهار دونك ايفيتي باش تاكلوا حاجه خليتوها من شقان الفطر وتعرفوها ياسر فيها ملح السكر تو سكي حلو معناتها سورتو احنا في رمضان ياسر ناكلوا الحلو العربي وناكلوا الحلو والقطوات وبرشا حاجات فوالا الحلو يعطش يجوع ويعمل وجيعه الراس دونك دو بريفيرونس ا ايفيتي معناتها ما ناخذوش والحاجه الاخرى اللي يغلطوا فيها برشا ناس انهم يشربوا برشا كميه نتاع ماء معناتها كونتيتي كبيره نتاع ماء يتسحر ماء فوالا يتسحر ماء فوالا هذيك غلطه نخاف مش هو ينصحوا في العبيد قال لك اشرب الماء كيف هو تشرب الماء مقسم من شقان الفطر حتى كش للسحور انك تشد تشرب ايترا ولا ايترا ونص ماء ما نخاف مش ما نعطشش هو باش تعطش باش تعطش باش تعطش علاش على خاطر الكلاوي نتاعنا ما عندهاش القدره انها تصفي اكثر من نص ايترا سوائل في الساعه يعني حكايه فارغه باش تعبك لويك من اللي في شقان فطر يشرب تقريبا شطر الدبوزه قبل حتى ما ياكل اي معناتها زايد راهو اشربوا الماء مقسم أيوة. يظهر لي طعم فيهم الكل الماء عندي بالحق ما نعرفش يظهر لي كيفاش نتعامل مع الماء في الصيام سي فري خاطر نحس روحي نشرب بالقدا ماء ونعطش كمان مهما كان الطقس لازمك تشرب ربي ثابت الاجر يا ربي جرب قسم الماء نتاعك تو ما تعطش خاطر كي تشربوا الكل فرد وقت بدنك باش يخرج ماهوش باش يستفاد منه دونك ما سي با لا بين باش تشربوا الكل معناتها حاول قسمه من شقان الفطر للسحور اشرب دي كونتيتي يعني شويه شويه فلطة. شويه هي طريقه فوالا ما خاطر كله مرات ما عينيش في السحور يا كوثر ما نجوعش الحمد لله يا ربي ما نقومش مش نقوم بالذمه باش نحط غذائي باش نقوم نشرب ماء بالذمه معناتها باش ما تعطش ولكن تعطش والا لا تعطش دونك كيما قلت لك دونك سي با لا بين باش نشربوا برشا ماء بشويه نشربوا شويه شويه معناتها حتى لي من شقان الفطر للسحور هذيك اعز حاجه باش ما تتعبش كلاويك اما الاغلبيه ما يقعدوش فما اللي يقعدوا ساهلين فما اي فما اما الاغلبيه الناس تكون تخدم عرفت كان فترة سهر شوية يمشي يرقد على روحه يرقد على روحه يشرب الماء اي فوالا نجم تقسموا الماء شوية شوية وكا ما يخلطش يشرب الكونتيتي لا سعيد باش نشربوا لما حالة هكا عندك في اللي سوب في في حاجات أخرين في الغلة في الخضرة فوالا فما كمان نسبة تاع ماء يعطيك الصحة ميرسي ميرسي على نهارك زين نادرة أنا وياك نمشيو لكم جينا نفقدوا جيجي تعمل في عميل تعرف شنو الغزرة مقبلة احنا ما باش نهزوا عشان لهنا
باش نهزوا عشان حاضر عشان حاضر باش نزيدوا على الشيك باش تهزوا معاك اجا تنشوفوا جي جي وين وصلتي نيدرا نيدرا ما في بالك تعرف اختي اسمها نيدرا اي نحبها نموت عليها كيما نحبك انت يا سوري يا لله يا لله شقاكم في الريحه يجي يجي للمرقيز مش باش نقول نوريوها ما كيما اي وري قبيله وي بلاش توا مهمتك تلا اما توا هذايا عاد تاجين مرقيز البنينه لا لا سيبون هو طاجين مرقيز وحنا زيد نقولوا له مرقة الفاريونت اي مرقة الملح مرقة الملح مرقة الملح مرقة الملح ولا طاجين مرقيز ماتش برشا مي مرقة هي تولي كي تكون بالحم كي تكون بالحم مفروم ومعمول على شكل المرقيز نقولوا طاجين مرقيز سينا مرقة الملح تنجم خاطر تكون بالسفن زيد تجي معناها تولي حكاية أخرى وبنينة برشا اليوم احنا بالمرقيز بارك الله فوحه ريسه عربي دونك عملنا بصله شويه ثوم شويه زيت نقولوها مغرفه هريسه انت والحروريه مغرفه كبيره طماطم قليهم بعضهم وعملنا اللحم المفروم حطيناه النعناع ملح فلفل حطيته وكرويه شويه زاده رشه بسباس بودر يعطي جو ياسر بنين ونعملوا المرقيز نتاعنا ونحطوهم هكا نقليو انا راني التقليه ضد التقليه دونك ديما نحطوا شويه ماء سخون على البارد طماطم كونسونتري تزيدها كيما تزيد ما تقليهاش في الزيت ولا ما قليش انا التقليه ضد التقليه الحقيقه وزدتها طماطم فريشكه مرحيه ولا لا 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 حطيت كان مغرفه طماطم معجونه فوالا وهكا جات حمرا ميدومه هي لا نحيو الملح من الفاريونت نتاعنا وما نحطوش نحاولوا ما نحطوش الملح تشلوا كهو ولا تعملوا غلو لا لا نعملوا في الماء السخون اي تشلوا سخون يتشلل بالقدا حتى لين كي ما تحطش الملح يجي به معناها ما تجيش ملح والله حتى نغلي شويه ويجي ملح كمي سي دي بون بعد تدوق انت والملح انت تروح بها نروح بها انت كوتور اللي بالسفن شاهدني فيها زيد نفس الطريقه نفس الطريقه في عوض الحمص السفن نفس الفاريونت كيف كيف الطماطم الهريسه العربي اما الفيح زي شويه ثوم النعناع ما نحطوهش بركه ما نحطش فيها النعناع هكا هاو اما سينو وكيف كيف يعطيك الصحه الديسير نتاعنا يا سيدي سونيا ديسيرنا الديسير عنا موس شوكولا نعملو شوكولا ليجوا بالكريم كريم فويتي شانتي بنينه برشا باهي باهي اللي عطينا المقادير باش نخليكم تعملوا الديسير دونك بالنسبه للمقادير عنا ايتر حليب عليها اربع مغارف نشي عليها 100 غرام شوكولا نواغ كحله مغرفتين سكر ما نحطوش برشا سكر نطيبوها ومن بعد نحطوا الكريم شانتي بتاعنا باهي ياسر انا وياك يا نيندرا نمشيو توا باش نمشيو بوب وهنا راجعين استنيونا نيندرا ضيفتنا هذي عزيزة غالية عادة قلنا نعرفها أنا نسيت وين نعرفها راني بالحق حطيتوني الفلوس وربي يستر بالحق صوتها نعرفه نعرفها بالكدا بالوجه قلت لي ليديا ليديا قلت ليديا نتشرفوا يا ليديا ليديا رمضانك مبروك سنين دايما كل عام كل عام انتي حيا بخير التوانسه اللي تفرجوا فينا زاد كيف كيف مرحبا فرحانه برشا اللي انا اليوم معاكم في هذا البلاتو نحبها على الاخر هي رمضانها مبروك ليديا اما باش تذكرني وين انا نعرفها ساعه ملي صغيره في صوفيا شو صغيرة صغيرة زيدا صغيرة صغيرة معناها ستة سنين حاجة هكي صوفيا شو صوفيا شو إن شاء الله يرحمها والله يرحمه صوفيين بالحق جات ورحمة وبعد شفتها كبيرة كي وليت في مجاهد كبيرة برشا برشا بعد مشينا للهابينيس وقتها تكبر هابينيس ومن هابينيس وقتها عملت لومبوتياج مع كمال التويتي وشكرا رماح ومن بعد عملنا 13 رو غاريبالدي ومن بعد شدينا الراديو دونك عديت عامين ونص في الراديو اي اف اي زميله راه كنت زميله بيان سور انا زميلتك انا مانيش في توا باش نحكيو على الشيف يدور الحصه اللي باش تتعدى على قناه التاسعه شنو هي الشيف يدور احكي لنا عليها ساعه الميسيون الشيف يدور في اول سيزون لها دونك هي فان وتتحل تولي كوجينا والفان هذية يدور 24 ولايه يدور تونس الكل وكل مره تتحل الفان وتعطي روسيت جديده تعطي اسيس وانا معايا دو شيف
دونك معايا شيف منتصر مثلوثي ومعايا شيف غسن بن محمود دونك شيف في السالي وشيف في السكري كل واحد يعطي لي غوسيت نتاعو وانا الحق نتاع ربي باش نكون واضحه وصريحه انا عندي لي بون بلان اي لي بون ادريس نخرج نعمل دوره في البلازه دونك اول رمضان هذايا في الشيف يدور دونك احنا مشينا لقرقنه جزيره قرقنه وعملنا دوره في قرقنه ورينا البلايص اللي تنجموا يمشيو يشوفوهم العبيد سواء في الصيف ولا حتى في الشتاء يمشيو يشوفوهم في قرقنه وعطينا دي غوسيت سكري سالي دونك فوالا هذايا هو الشيف دونك البرنامج وقتاش يتعدى؟ الشيف يدور تتفرجوا فيه نهار الثلاث ونهار الخميس ونهار السبت مع الاربعه نتاع العشيه على قناه التاسعه بيان سور. فيليسيتاسيون تعرف عليها خاطر تعرف بالولايه دو ان ودو دو تعطي دي غوسيت نتصور من المنطقه من الولايه اللي انتم فيها. زوز كان معايا زاده شيف ورد عروس اللي هو قرقلي وجا معانا عمل معانا حلقات اللي عطانا دي غوسيت بلوتو نتاع ماكله 100% قرقنيه عندنا الكسكسي القرقني عندنا حسيرو مانيش نعطيكم معناها كل بلاصه باش تمشيو لها كل جهه باش تاخذوا منها الموروث الثقافي للاكل القرقنيه بنينه 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 برشا وعندهم الشويبي وعندهم الفحات وعندهم اي هما يطيبوا ياسر بكل ما هو بحر وهما عندهم لي سيركوي اللي يعملوهم باش تنظاف الحوته معناتها من غاديكا تخرج الحوته نظيفه في قرقنا ما ينظفوش الحوت يحطوها في السيركوي البحر يحطوا في لي سيركوي الحوتات تقعد غاديكا ما تخرجش الحوته من السيركوي هذيك من بعد كي تخرج من غاديكا تخرج نظيفه تنظف القشور نتاعها معناها الكرش نتاعها نظيفه خاطر من غير ما يحلوها فيها هكاك تاكل الماكله نظيفه وتقعد ما تاكلش لين تنظاف كومبليتمون دايوغ هذاك علاش برشا ما يعرفوش اللي احنا في تونس يصوموها نقولوا احنا حوت عليك حوت يصوموها احنا راهو في تونس وفي قرقنا بلو بريسيزيمون الايل الوحيده اللي عندك الحق تملك البحر في العالم أي الكل علاش على خاطر البحاره يعملوا السيركوي هذاك اللي هو يقعد ساعات ايامات وكل من بعد يجي حد اخر يفكوا لهم يفكوا لهم الحوتات حاضري دونك وقتها مشاو شكاو العهد مراد بي وقالوا له احنا نحضروا يجي بحار واحد اخر يفك لنا الحوتات ما نقاروا احنا ما غير حد شيء يخي ولا قال اي تعرفش كيفاش كل واحد ياخذ القطعه نتاع البحر نتاعو هذيك باسمه واللي فما عندكش الحق تمشي تاخو انت الحدود نتاع كل واحد يصطاد في بلايصتو كل واحد عنده بلايصتو توا ولينا ولاو يورثوهم كل قطعه الارض نتاع البحر هذوكم يورثوهم دونك احنا راهو البلاصه الوحيده والجزيره الوحيده في العالم يورثوا البحر اللي يملكوا البحر توا ولاو يورثوه اما قبل كنت يملكوا البحر هي لا برشا وانت مغرومه بالكوجينه باش عملت الشيف يدور كنت صريحة معك ولا ما كنت صريحة؟ أنا فهمت عملت الشيف يدور خاطر هي ما تدخلش الكوجينة باش هكاكا تبدا تدور وتاكل في الماكلة البنينة سالي سكري وشيفان مدلين ما تعرفش راهو تنجم تتعدى العدوى راهو تبدا تكتشف من بعد تقرا أنا زميلة ومانيش زميلة راهو للي شيف كيفاه؟ أنا عاملة فندقة أنا قارية إدارة فنادق في سيدي الثريف ليكول دو توريزم اي دو ريستوراسيون اما هو نورمالمون اللي عملوا لاني نقراو ترون كومان نقراو ريستوراسيون ايبرجمون عملوا اون اكسبسيون عام في البريميير اني نتاعي قال خلينا نجربوا يختاروا سبيسياليتي دونك انا عملتها ما قريتش كوجينا دونك انت قاريه في سيدي الثريف العام الوحيد اللي عملوا ليكسبسيون خلينا نحكيو عليها هذه معناها في اختصاصك خلينا نشوفوا البرومو هنا راجعين نحكيو